قديش صار لك ناطر لحتى يطلع لك دور تطلع بهي الحلقة؟ نص ساعة صار لي. صرت لنا شي حلقة من البرنامج؟ صار لي 10 سنين عم تابعه. اوف الله وكيلك، ولا مرة شفته. شكله صعبة. لا مو صعبة بس بدها شوية تركيز. لا بدها اي تركيز. اي اصعب، العرنكة رنكبة ولا هي؟ كنت حافظ شو بالبرنامج كله. ما شاء الله عندك ربحوا جائزة. بيتي الثاني يا مدرستي، فيها اقضي مازم اختي، من فينا يشبه عائلتي، فأرى امي في معلمتي، ومديري اهوى طلاته، فانادي مرحى يا ابتي، وغدا ساغني للدنيا مرحى فأتردد أغنيتي، أهلي زملائي مديري هم عائلتي. حذرني يا شجرتنا العرنكة رنكبي، سن بتحملي عرنكة رنكبي، سن بتحملي عرنكة رنكبتي. إذا قلت شو بتعطيني؟ بتعطيني جائزة؟ عرفت يا حبابك. شجرة العرنكة رنكبي. يا شجرتنا العرنكة رنكبي. سن بتحملي عرنكة رنكبي، وسن بتحملي عرنكة رنكبتي. عدلي 10 مرات. 10 مرات يلا. يا شجرتنا العرنكة رنكبي، سنة بتحمل عرنكة رنكبي، وسنة بتحمل عرنكة رنكبتين. يا شجرتنا العرنكة رنكبي، سنة بتحمل عرنكة رنكبي، وسنة بتحمل عرنكة رنكبتين. أربعة. غلبتك ولا ما غلبتك؟ أربعة على عشرة. عشرة اتفقنا. أنا عندي جملة 4 كلمات وعدليها بس 3 مرات مو 10. شو هي؟ اللي صفحة 7 صفحة صعبة 3 مرات. صفحة 7 صفحة صعبة. صفحة صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. صفحة صعبة وصفحة عيد ليها بس أول مرة. صفحة عيد ليها مرة واحدة. صفحة سبعة صفحة صعبة. أنت عم تتنقل؟ لا مني عم تتنقل. صفحة سبعة صعبة. شكله صعبة. لا مو صعبة بس بدها شوية تركيز. لا بدها أي تركيز. أي أصعب، العرنكة رنكبة ولا هي؟ هي أصعب والله. لا اللي حذرتني ها. هات لشوف. طيب شو بد؟ كنت عم تتنقل من هون. لا جملة صعبة ولا سهلة؟ سهلة. ها؟ كم مرة فيك تقولها؟ شد بدك. أنت كم مرة فيك تقولها بدون ما تخربها؟ يلا تقريبا 5 6 5 6. ما شاء الله. أنا بالله إذا بتقلي إياها 3 مرات ما عندي مشكلة. صفحة سبعة صفحة صعبي. شجرة العرنكة رنكبي، بالأرض مع رنكة رنكبي، سني بتحمل عرنكة رنكبي، سني بتحمل عرنكة رنكبي. أنت حافظ شو بالبرامج كله. ما شاء الله عندك ربحوا جائزة. أنت شو اسمك؟ تهاني. أي صف أنت يا تهاني؟ ثالث. صف ثالث. شاطرة بالمدرسة؟ إيه. تأخذي مرحة هيك بس يخلص الفصل؟ إيه. بعد الامتحانات؟ إيه. أكيد يعني؟ إيه أكيد. عشرات وكذا ولا في 9 وين؟ لا عشرات. عشرات. بدك تصيري مذيعة بس تكبري ولا شو بدك تصيري؟ دكتورة. دكتورة. ليش بدك تصيري دكتورة؟ هيك بحب. ما بتحبي هيك تصيري مذيعة وتطلعي على التلفزيون وتعملي مقابلات وكذا؟ بتحبينا نحن المذيعين ولا لا؟ بلا. أكيد. إيه. شو حفظوك غنية حلوة بالمدرسة؟ بيتي الثاني يا مدرستي، فيها أقضي مازم أختي، من فينا يشبه عائلتي، فأرى أمي في معلمتي، ومديري أهوى طلاته، فأنادي مرحى يا أبتي، وغدا سأغني للدنيا مرحى فأتردد أغنيتي، أهلي زملائي مديري هم عائلتي. ما شاء الله على تهاني، صوتها الحلو وبدها تصير دكتورة وبتحب المذيعين. ما عندها مشكلة قدام الكاميرا. معلش ربحك جائزة تطلعي معي بالتلفزيون، نعمل أنا وياكي باي الكاميرا. 1 2 3 باي. أبو شو البركة؟ أبو أيمن. أهلين بأبو أيمن. حضرت لنا شي حلقة من البرنامج؟ صار لي 10 سنين عم تابعه. أوف الله وكيلك، ولا مرة شفتك. كنت عسكري لأنه. ألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك إلهي. وأنا هيك انبسطت بإني شفتك. الله يبارك فيك حبيب القلب. يعني ماني غليظ على الشاشة. لا بالعكس والله العظيم. والله ما أظن. خلي لي قلبك. إني صفحة 7 صفحة صعبة 3 مرات. صفحة صعبة. هاي 3 مرات. طلعوا 3. طلعت. ليش حسيتك عم تخربط؟ قلت لي اياها مره معلش. صفحه 7 صفحه صعبه صفحه 7 صفحه صعبه صفحه 7 7.
صفحة صعبة. هي عملوا لك سهلة. سهلة. حلو هيك اللقاء بعد 10 سنين آخر شيء ربحك جائزة. من تعلينا. حبيب القلب. أحلى سهلة. جائزة لك. قديش صار لك ناطر لحتى يطلع لك دور تطلع بهي الحلقة؟ نص ساعة صار لي. تأخرت عليك أنا. فداك. حبيب القلب. الله يحفظنا إياك. سمعتوا إن الناس كيف عم يجربوا يقولوا الجملة؟ ايه. صعبة الجملة ولا سهلة؟ صعبة والله. صعبة؟ شوي. يعني ما فيك تقلي صفحة سبعة صفحة صعبة ثلاث مرات ورا بعض بدون ما تخربي؟ لازم تكون تنقلت، يعني لازم تكون هيك صفحة جربتها. صفحة سبعة صفحة صعبة، صفحة سبعة صفحة صعبة، صفحة سبعة صفحة صعبة. صار في عكي صغيرة بدنا نرجع نعيدها، جاهز تعيدها ولا شو؟ بأمرك. في إصرار يعني. صفحة سبعة صفحة صعبة، صفحة سبعة صفحة صعبة. صفحة سبعة صفحة صعبة. يا عين عليك، طلع الواحد بس يتنقل بيمشي الحال. ترزق معه والنطرة ما راحت على الفاضي. الله يخليني اياك يا استاذ. حبيب القلب عم تشوف البرنامج؟ حضرت منه شي حلقة؟ ايه بحضره. يعني بس تكونوا قاعدين بالبيت بتصيروا تجربوا تقولوا هالجمل كلها؟ صعبة كثير والله، والله صعبين، بدون ممارسة حتى الواحد. تماما بدون ممارسة. أي أحلى الواحد يكون قدام الكاميرا ويطلع باللقاء ولا يحضروا على التلفزيون؟ لا والله اللقاء معك. لك حبيب قلبي، روح معي جائزة من تلفزيون سما وشركة مدار. شكرا جزيلا. بأي لحظة ممكن مايك وكاميرا سما يكونوا قدامكن. لا تنسوا تبعتوا لنا مقترحاتكن لأسئلة لو فرضنا جدلا على صفحة البرنامج على الفيسبوك. أنا أدنيس شدود، طروني بكرة، ضلوا بخير.